Caralho, só vem pra Silda. Hã? De Silda. أول شيء واحد دري. فهم بخير مزيان ما حفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن جميع المشاهدين شفنا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. لأن المباشرة متابعين فيها من مدينة القصر الكبير مع مقاهي للأسف الشديد. للأسف الشديد متابعين فيها للضرر خلال هذه الجائحة بشكل كبير، وكذلك خلال هذا القرار ديال الإغلاق. وكيطالبوا من الجهات المسؤولة باش يوفروا له شي حل. تفضل السي علي. السلام عليكم، معكم علي مقصر الكبير، صاحب مقهى وعضو في الجمعية أرباب المقاهي والمطاعم. بغينا نسجلوا موقف ديالنا من هاد القرارات اللي هي صراحة قرارات كضرب في الجيوب ديال المواطنين بصفة عامة، وكضرب في المقاولات يعني الصغرى والمتوسطة، وبالخصوص كضرب في المشاريع ديال الأرباب المقاهي والمطاعم، مع العلم بأن احنا باقي ما خرجناش من الأزمة الأولانية ديال العام اللي فات، باقي كنعانيو منها، وكتجي في هذا الشهر رمضان اللي هي أصلا شهر رمضان كتكون يعني القدرة الشرائية يعني من ناحية ديال الأثمنة والأمور الحياة اليومية كتطلع، واللي كيتضرر معنا اللي حنا كيتضروا معنا دائما ودائما حتى هما واكلين العصا وكيعيشوا بالقوت اليومي ديالهم هما العمال اللي معنا. لأن الإنسان تصور لأنه هو كيعيش بالنهار ديالو، كيجيب النهار ديالو وتجي انت تقطع له رزقه بهذه الطريقة هذه. وبالضبط شكون هما الأرباب المقاهي والمطاعم؟ حنا دائما من بدات الجائحة وحنا أكثر وحدين اللي دائما كنتعرضوا جميع القرارات كاملة كتنفذ علينا غير حنايا. حنا اللي بغيت نقول، عندي واحد تحليل، واحد الملاحظة للحكومة. أنا كنعرف بأن الحكومة يعني دائما يعني خاصة باش دير شي قرار خاصها تكون عندها واحد الدراسة الاجتماعية الاقتصادية، الأحوال ديال بنادم، الأزمة اللي كاينة، الكريديات اللي كاينين، الضرائب اللي نتوما باقي لحد الآن ما عفيتوش الضرائب الأرباب المقاهي، باقي ما عفيتو حتى شي جهة، يعني حتى شي حاجة ما درتو في هاد الناحية، ما عوضتونا العام اللي فات الأضرار ديال العام اللي فات، ما عطيتوناش شي تعويض فيها نهائيا 4 شهور وحنا سادين، ما عطيتوناش تعويض فيه، ما عطيتونا حتى شي حاجه، ما عملتوا معنا حتى شي حاجه، ورغم ذلك سايرنا الامور ومشينا وصلنا لهاد اللحظه عاوتاني عاودتوا نفس المجال، نفس المساله عاودتوها نفس الطريقه. اللي كنشوف انا السي العثماني ملي كتقول بانكم نتوما كتمشيو مع الدول العالم والاوروبا، وكتقولوا بانكم نتوما مع القرارات العالميه، القرارات الدول الاوروبيه على الاقل بعداك كيراعوا المواطنين ديالهم، كيخرجوا لهم التعويضات قبل ما يكون القرار. اول حاجه من انت متاكد بانك غادي تصد في رمضان، ولكن خصك تخرج تعويضات الارباب المقاهي والعمال ديالهم. والاولى اول حاجه خصك ديرها خرج التعويضات، هي الاولى عاد تسد. راه ماشي كتسد وتقول بنادم سنطح راسك مع الحيط وسير قلب على راسك شنو دير، وفي الاخر تقول له عاد نشوف واش ندير لك تعويضات ولا ما ندير لكش تعويضات. هاد بنادم باش يعيش؟ إيه كتقول انت كتخاف على الحياه ديال المواطن، وكثر من الحياه ديال المواطن بانه كتهرس له النفسيه ديالو وكتازمه في الوضعيه، وكيبقى يفكر بانه كتمشي تقول له جلس في الدار، وكيشوف المحلات بالنهار الحياه اليوميه بالنهار كامله، كلشي عايش حياه طبيعيه، كلشي حياه طبيعيه النهار كامل، نادم عايش عادي والتجاره وكلشي كذا، وهذاك خير اللي هو الكاميرير ولا مول القهوه جالس كيشوف واحد اخر كيدخر كيبيع يشري وكيشوف فيه جالس، واحد اخر كيشري ما يفطر، واحد اخر ما عندوش باش يشري يفطر. واش بهذا الاسلوب بهذه الطريقه بانك غادي كيكونوا قرارات؟
واش هذه قرارات عشوائيه ولا شنو هذه؟ شنو هذه القرارات اللي نتوما كديروا؟ شنو هذه اصلا بدون تشي يعني استراتيجيه كديروا هذه الامور؟ كتقولوا بانكم كتشوفوا المواطنين، نتوما ما عايشيش مع المواطن، ما عايشيش مع الواقع. الواقع هو بانك انت عندك المنطا ديالك كتدخل لك، وواحد اخر عايش عيب النهار ديالو، هذا هو الواقع. هو بانك انت جالس في الدار ديالك متسكي ناعس مع راساتك وعندك المنطا ديالك كتدخل في الشارع، هذا هو الواقع. ومول القهوه اذا ما فتحش ما عندوش من يترزق، وذاك الكاميرا اذا ما خدمش ما عندوش من يترزق، هذا هو الواقع. وهذيك القضيه اللي كتقول بان حقا خصنا نسدو بالليل باش توقف، هذيك كتسد بالليل، هذيك في الشهور العاديين ماشي رمضان. الاقتصاد كيتغير في واحد المجال، كي من بعد 6 العشيه من بعد المغرب كيدخل اقتصاد جديد اللي هو ديال ارباب المقاهي والمطاعم، عاد كيبدا اقتصاد ديالهم هما حتى الليل، وعندهم شهر واحد في العام. وكتقول بان الاقتصاد حنا كنحاولوا نحافظوا على الاقتصاد في النهار وبالليل القطعوا ووقفوا باش نوقفوا الكورونا. واش دابا باش نهضروا منطقيا، نهضروا بالمنطق، كورونا اكثر انتشار فيش كتكون؟ اكثر انتشار في الحركه اللي كتكون 100%، والحركه اللي كتكون 100% كتكون بالنهار ماشي بالليل. اصلا بالليل كتنقص الحركه وكتنقص الخروج وكينقص العدد ديال 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 التخالط مع بنادم، ما كيوقعش. يكون مجال واحد لا يكون فيه، وكان على الاقل على الاقل اللي كتقول نتايا مع الدول الاوروبيه، على الاقل كون خصك دير 10 بحال اوروبا. الناس راه دارت 10 ما دارتش 8، على الاقل كون نفس علينا درنا واحد جوج سوايع الخدمه، ثلاثه سوايع الخدمه ونسدوا ماشي مشكل. ولكن على الاقل بعدك واحد نسبيا 50% نخدموا مع الاحترازات، على الاقل غادي تنقص في الطريقه ديال 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 الخدمه. بنادم يخدم شي مع بنادم 100% يخدم 50%، ونخدموا جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع، ولكن باش بهذه الطريقه وبدون حتى شي اعتبار. ما درتي لنا لا اعتبار ما حتى شي حاجه، يعني درتي لنا هذيك القضيه ديال سد وسير نطح راسك، سد وسير نطح راسك. هذا هو الاسلوب اللي عملتيه معنا، وحنا كنسجلوا الموقف ديالنا كنرفضوا هذا القرار اللي هو ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي معنى، ما عنده حتى شي معيار، ما عنده حتى شي استراتيجي. كنرفضوا هذا القرار وكنطعنوا فيه، ولا نقولوا بان دعوه بك الله، هذه اللي نقولوا دعوه بك الله بان عرفتي شحال من الاسره غادي تشردها فهاد الشهر رمضان اللي هو منادم كيبقى يتشهى خصو باش ياكل. انت غتوقف له الشهوه ديالو، توقف له، تسد له النفسيه ديالو، تسد له. والتاثير النفسي اللي تاثر على الاسر اللي مساكن بنادم غيبقى يبكي. عرفتي شحال من كاميرو كاينه في المغرب وشحال من مقاوله كاينه في المغرب، هادو كاملين غادي تهرس لهم النفسيه ديالهم وتخليهم يتعذبوا مع هذا الشهر كامل. انت كتعرف هذا الشهر هذا كامل كيكون بنادم كيتشهى اي حاجه كيتشهى خصو يشريها، بنادم كيكون صايم. هادشي اللي غادي نقول، هذا هو الكلام ديالي اللي كنوجهه العثماني اللي هو من قبل من 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 هو جالس في هذيك الخطابات، وحتى شي كلمه مقاله اللي هي في المتناول ديال 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 الحقوق ديال 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 العمال وديال المقاولات. والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم نوفل المصباحي، صاحب مقهى صغيره بمدينه القصر الكبير. نكمل الكلام ديال الاخ علي وناكد على واحد الحاجه. المره الاولى باش توقفنا على العمل في ظل ملي كانت الجائحه عالميه ولا زالت عالميه، ملي كانت بدايه الجائحه قدرنا ديك الساعه الحكومه والدوله ديالنا وقلنا غنصبروا وغنتوقفوا لمصلحه الجميع، وما كانتش شي خطوات في السباقيه انهم الاتجاه ديالنا فكرونا في مصالح ديالنا ولا كذا، ولكن كانت على العموم. دابا التوقف على العمل ديالنا كيشمل القطاع ديالنا تقريبا حنا وواحد المجموعه ديال القطاعات الغير مهيكله اللي التجاره ديالهم كتكون مراسله للمغرب، يعني راه ما يمكنش مقهى ولا مطعم يخدم بالنهار. اذا على الاقل كنخصهم يجلسوا مع الناس ديالنا، ممثلين ديالنا كجمعيه، كحنا منتمين لواحد الاطار جمعوي، وكاينه مجموعه الجمعيات اللي كتمثل المهنيين ديال ارباب المقاهي والمطاعم على صعيد المملكه على العموم. كاينه الممثلين ديالنا في الغرف المهنيه، هذوك بلا ما نهضروا عليهم لان اصلا دائما كنقولوا انهم لا يمثلوننا. كيف يعقل انك تصدر قرار بلا ما تجلس مع هاد الناس؟ على الاقل جلس تشاور معاهم، خذ حتى هما الافكار ديالهم، وممكن يفيدوك بشي حاجه اللي تخرج بواحد الحل اخف الضررين. ماشي حكومه كتصدر قرار وتمشي السيد رئيس الحكومه في البرلمان تقراه على النواب البرلمانيين اللي ما عندهم حق لا يصوتوا عليه لا والو. هادشي راه شفناه من ردود الافعال ديال البرلمانيين والمستشارين على مستوى قبتي البرلمان ومجلس المستشارين، كاملين تنكروا لهادشي، هذا تنكروا لهاد القرار هذا.
وش نقول وحنا كمهنيين صراحه راحنا تالفين ما عارفين من سبقوا من اخروا هذه الساعه هذه. كل واحد كيفكر يقدم شي حاجه على قدر المستطاع ديالو للعمال ديالو. ثاني حاجه اللي هي مهمه بالنسبه للعمال اللي مشجلين في الضمان الاجتماعي وما كنكرش ان نسبه قليله ما كتجاوزش 20% كنظن انا من عمال المقاهي والمطاعم في المغرب راه هي اللي مشجله بشكل رسمي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هادو علاش ما كانش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحكم ان المشغلين ديالهم كيخلصوا عليهم يصرف لهم التعويضات تزامنا مع فتره رمضان؟ يعني عارفين ان بالجو الحكومه كانت موجده القرار ديالها ممكن عاد تواصل مع ديك الاداره وتقول لها صرف التعويضات النزام ماشي حتى شهر 6 ولا شهر 7 مثلا بحال اللي وقع دابا بالنسبه للاغلاق اللي كان في راس العام ديال المطاعم والمقاهي في واحد ربع هاد المدن. دابا يلا كيصرفوا لهم التعويضات. واش واحد جلس 6 شهر الخدمه في راس العام 15 يوم وكاين اللي جلس شهر ودابا عاد عطاه التعويض شحال يدير؟ ونفس الفكره هي اللي باغي نطبقوها دابا. على ما سمعت واحد الرئيس قسم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبيلتي كان كيهضر في الاذاعه وصرح بان غيكون شي تعويضات للعمال، ولكن التعويضات راه خصهم يكونوا دابا على الاقل باش يخفوا المعاناه ديال العمال. وكان واجب على الدوله على السلطات المحليه تحصي هاد العمال، تخرج وتحصي اسبوع 15 يوم كافيهم. كما النهار الاولاني ملي بغينا نفتحوا جاوا عطاونا دفاتر التحملات اللي التزموا بهم كيفاش نخدموا وشنو هي الاجراءات والتباعد وجاو حسبوا الطبالي والكراسي ديال المقاهي. وهذا الشيء هذا راه عارفين الاخوان كاملين اصحاب المقاهي بالاخص في هذه المدينه ديالنا جاوا حسبوا لهم الكراسه والطبالي وقالوا لهم نقصوا الكراسه كما درتوا هذا الشيء اجي وحسبوا العمال الغير المسجلين وحسبوا وخرجوا لهم شي تعويض على الاقل واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم باش على الاقل حنا كاربع مقاهي تخفف علينا الحمل. دابا حنا فيما كدور كتلقى الكارثه، دورتي تجي هاد العمال كتلقى مشكل، دورتي تجي ديال الضرائب وديك الشيء اللي متراكم علينا كتلقى مشكل، دورتي المصاريف الشخصيه ديالك راه كاملين ما كاينش شي واحد كنظن اللي ما عندوش شي طريطه، اللي ما عندوش طريطه ديال الدار راه عنده طريطه السياره، راه عنده التزامات ديال وليداتو كيقراو في مدرسه بريفي، واللي ما عنده والو وانا كنهضر كمثال انا عندي مصاريف ديال التداوي والطبيب اللي كتفوق 1500 درهم شهريا. كي ندير نوفر انا دابا شاب انا باقي ما عندي لا دراري والو شاب متزوج عندي المنزل ديالي كاري كي ندير نوفر هاد المصاريف. وبنادم راه كيشوف شنو نبيعوا هاد الماتريال دابا هاد الكرسي ولا الطابله تخرجوا تبيعوا ما يشري ما عندك حتى واحد في هاد اللحظه. نفس المعاناه اللي وقعت للناس ديال التريطور ديال الحفلات اللي بقاو كيبيعوا الماتريال ديالهم هاد الناس كانوا باغيين يوصلوني ليها والكلام بزاف في هاد الموضوع. كنتمناو هاد الناس هادو يتخذوا شي اجراءات جديه راه قهرونا بالكلام ونتمناو نقطه اخيره من اربع المقاهي يتحدوا لان راه في التفرقه ضعف. نتمناو اربع المقاهي يتحدوا كاملين ويكون الصوت ديالهم موحد وشكرا جزيلا وكنشكرك اخي. السلام عليكم تبارك الله عليكم عواشركم مبروكه رمضان مبارك. اش غنقول لكم انا ما نقدرش نقول اكثر من اللي قالوا الاخوان لان تبارك الله راه هما يعني والكلام كثير في هذا الميدان هذا راه تبارك الله المواقع التواصل راه فهمتي غير هو اللي بغينا نقوله هو ان هذه القرارات الشعب كله ضد هذه القرارات راه حتى واحد ما متفق مع هذه القرارات اللي يعني بالنسبه لي قرارات عشوائيه مية في المية بحال ديك الكار اللي بحال ديك العثماني هو الشيفور وصايق الكار بالناس الناس غادي لطنجة هو غادي بهم للرباط راه ما يمكنش راه خص يكون ضروري واحد القرارات اللي تكون في المستوى لا تهضر باسم الشعب خصك تكون مع الشعب والشعب كله رافض هادشي. والبارح القهاوي كلهم مفتوحين والحركه عاديه واليوم اصبح كلشي واقف ما يمكنش. شنو زعما شنو تغير في الوضع؟ وهذا هو اللي غنقولوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرشدنا للصواب. هذا اللي غنطلبوا من المسؤولين ديالنا يتحلوا بواحد المسؤوليه وياخذوا العصا من الوسط كما كيقولوا يشوفوا من حال هاد الناس الدراويش مساكن راه عندهم القوت ديالهم في هاد العواشر والناس راه هذا هو اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله. باش نختموا الكلام ديالنا اللي هو دائما انا ملي كنبغي نهضر ملي كنهضروا على المساله ديال كورونا والتباعد وكذا والامور بحال هكا كنهضروا بمسائل اللي هي عتاني منطقيه كيفاش يعقل ياك
بان الحياه اليوميه ديالنا ولات عاديه عند المواطن. كتقولوا بان النهار كامل حنقولوا حنا مثلا المدينه كتكون فيها 200,000 راه في النهار راه كتوصل واحد 100,000 ديال الاكتظاظ، وفي الليل اصلا كينقص من ادم كيخرجوا غير الناس اللي هما قرابين للسيكتورات ديالو، ما يخرج الحومه ديالو ولا يخرج ديك القهوه اللي غادي يجلس فيها ولا غادي يمشي للجامع. بحال المساله ديال الجامع راه ما عندها حتى شي معنى بانك تسد المسجد وتمنع التراويح. واش المسجد هو اللي غادي تنقل فيه الكورونا؟ واش صار التراويح هي اللي غتكون فيها الكورونا؟ هاد الاسواق اللي كتكون عامره وهاد الشوارع اللي عامره وهاد المحلات اللي عامره وهاد الطوبيسات اللي كيكونوا عامرين وهاد الكيران اللي كيكونوا عامرين وهاد الترونه اللي كيكونوا عامرين اللي كيكونوا جالسين بجوج السوايع مع بعضياتهم واللي جالس في الكار ثلاثه السوايع جايين مع بعضياتهم، والطوبيسات اللي كيقيلوا النهار كامل عامرين جوج السوايع ثلاثه السوايع اربعه السوايع خمسه السوايع، والجامع شحال يكون عامر الوقت كاع وشحال يكون تباعد بيناتهم وبنادم داير كمامه وواقف شحال يكون الوقت شحال تكون الصلاه كاع فيها شحال تكون فيها كاع شحال تكون فيها غتكون فيها ساعه المكانه ما بين العشاء والتراويح ساعه المكانه، وكاين التباعد واحد ما يكون قدام واحد وكل واحد بالسجاده ديالو بالكمامه ديالو بحال اللي كيصليو دائما. دابا في العشاء دابا بنادم غيصلي نهار كامل، دابا الظهر غيصليو في الجامع ما كايناش كورونا، في العصر عيصليو في الجامع ما كايناش كورونا، في المغرب عيصليو في الجامع ما كايناش كورونا، في العشاء عيصليو كاينه كورونا، في الفجر عيصليو كاينه كورونا. واش هذا المنطق كيقول هيدا؟ واش العقل كيقول هذا الكلام هيدا؟ هذا راه خارج المنطق والعقل. ما تقول لي لا اللجنه ديال المراقبه ولا ديال الصحه ولا حتى شي حاجه، هذه خارج المنطق، هذه ما عندها حتى معنى، باش نكونوا واضحين. ما تقول لي الظهر والعصر والمغرب وتجي العشاء توقف، اذا هاد الكورونا واش عندها علاقه بالعشاء؟ ونكونوا دابا نتوما كتستخفوا بالعقول ديال الشعب المغربي، كتستخفوا بالعقل ديال الشعب المغربي، كتستهزؤوا بالعقول ديالنا، كتضحكوا علينا، يجيكم من الاخر كتضحكوا علينا نتوما بهاد القرارات ديالكم وكتطيحوا من العقل ديالنا. كيسحب لكم بان الشعب ما فايقش وما عارفش، والشعب راه عارف وفايق وعارف شنو كيدور، وعارف بان هاد القرارات ديالكم ما مبنياش على واحد المسألة اللي هي علمية، ما مبنياش على حتى شي حاجة، مبنية على داكشي اللي نتوما كيدور عندكم والله أعلم شنو داكشي نتوما علاش كتبنيو. أما شي حاجة اللي كنشوفو حنا المنطق والعلم والمسائل، ملي كنهضر على الفيروس، والفيروس راه ينتقل في أي مرحلة في أي واحد المكان واحد التجمع كاين واحد البشر بزاف وما دايرش التباعد، من كدا غادي ينتقل الفيروس؟ ما عنده علاقة بالسوايع، ما عنده علاقة لا في العشية ولا في النهار ولا في الليل، عنده علاقة بالاكتظاظ، والاكتظاظ كيكون في النهار ماشي في الليل، والاكتظاظ كيكون على واش على الاكتظاظ في الجوامع والأسواق الكبرى كتكون عامرة، الأسواق الكبرى عامرة، المحلات كلشي عامر كيكون كلشي بلاه، القهاوي بوحديتهم اللي عليهم دابا في رمضان، دابا القرارات كاملة غادا جات رمضان عاوتاني وقفتوا القهاوي، دابا هاد كورونا عاوتاني عندها علاقة برمضان بوحديته. هي بواحد فترة وين ما يفتح راه ما تبقاش تضحكوا علينا الله يرحم بابك، راه هادشي اللي كديروه راه كتبغي زعما تستهزؤوا بالعقول ديالنا، حنا راه فاهمين وعايقين وعارفين هادشي هذا. هادشي هذا والشعب كامل بحال دابا الشيء هاد القرار اللي درتوه ديال رمضان راه الشعب كامل دابا عاقبكم، نجيكم من الاخر هذا فيقتو زيتو فيقتو بنادم عرف بان هاد القرار ديالكم ما مبنياش على داكشي اللي كتقولوه، ما مبنياش. الرسالة دي بأنكم تراجعوا لهذا القرار هذا وتشوفوا الوضعية الاجتماعية وتشوفوا هذه الأزمة. الناس دابا لحد الآن بنادم هو دابا اليوم احنا سادين وبنادم راه هو مشى للدار، مين يجيب القد ديالو؟ السي العثماني وريني دابا هاد خي هاد كاميرا وهاد البارمان وهاد مرات الكوزينة دابا هي مشات للدار ديالها، مين تجيب الفلوس؟ مين تجيب المصروف؟ أصلا ما كاين لا تعويضات ما كاين حتى شي حاجة، دابا احنا سدينا، أنا سديت، الآخرين مشاو بحالهم الديور ديالهم، مين غياكل؟ مين غادي يعيش؟ دابا انا نتحداك في هذه المساله، مين غادي يجيب هذه الفلوس؟ مين عندك اليوم وغدا وبعده 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 باش يعيش؟ يمشي ينتحر، يمشي يسعى، يمشي يسرق باش يعيش. انا كنطلب من الحكومه وانا نجي من الاخر باش نجي من الاخر، لان الحكومه ما بقيناش كنثقوا فيها، حنا كنطلبوا من الملك بانه يتدخل ويشوف الشعب ديالو، هذا هو الطلب ديالي. انا كنطلب الملك بانه يطلب من الحكومه تراجع على هذا القرار ديالها وتشوف المعاناة ديال الشعب. والسلام عليكم. كيف
كاين واحد نقطة نسيتها نشير ليها بالنسبة لهاد العمال دابا مثلا اللي توقفوا على العمل في الفترة الأولى. في الفترة الأولى كان واحد التكافل واحد التضامن كبير بين عند الشعب المغربي وعند كاع المستثمرين اللي حاولوا أنهم يتعاونوا مع الأجراء ديالهم في جميع القطاعات ومن بينهم قطاع المقاهي والمطاعم. ولكن دابا في الفترة هذه بحكم أن هاد المدة كاملة اللي دوزنا راه هي معاناة غير الناس ما كيعرفوهاش اللي كيعرفوها أصحاب القطاع. في الفترة الأولى جا ديك شي فجائي وكنا على الأقل كان عندنا بعض المدخرات وكانوا الناس في الأول كان واحد التكافل وكذا. أما في الفترة هذه راه كلها كيقولها راسي راسي إلا من رحم ربي إلا اللي عنده شي مداخل أخرى. أما بالنسبة للقطاع المتوسط صحابي المقاهي الشعبية والمقاهي الصغيرة راه صعيب بأنهم يقوموا بدعم الأجراء ديالهم إلا بشي حاجة بسيطة. أما في الفترة الأولى هي كان واحد التكافل وما كانش كافي رغم أنه كان ولكن ما كانش كافي. اما دابا انا كنأكد لك ان راه مجموعه الاجار على صعيد ربوع المملكه راهما في هذه اللحظه هذه جالسين ما حاسبهم غير الله سبحانه وتعالى وتا ارباب المقاهي باش ما نظلمهمش. صراحه انا ما ندافعش لا على هذا ولا على هذا رغم انني كنتمي للقطاع ولكن انا نكون محايد تا ارباب المقاهي تا هما راه الله يحسن العوان ديالهم. راه كاين الناس لحد الساعه باقي كيتسالوا من الماو الضو ديال السنه اللي فاتت. كاين الضرائب الجبائيه 90% كنهضر على مدينه القصر الكبير 90% من المقاهي والمطاعم اللي بنيت القصر الكبير ما قدروش يخلصوا ديك الضرائب الجبائيه اللي متراكمه عليهم بحكم ديك تقليص ساعات العمل. مباريات الكره ما كانوش بزاف ديال الاكراهات. كاين الناس اللي عندهم كريديات كانوا يحزوا لهم على السيارات ديالهم وبلا ما نهضروا على الناس اللي كارين المقاهي. انا دابا كان انتم ضريتوا من الجائحه الاولى راه 4 شهور ازيد من 4 باقي كاع ما تكافيتو كاع ما قضيتو المسائل ديالكم وباقي لا ما رديتوش الدين ديالكم الا باقي ما درناش واحد التوازن. باقي كفه ديال الديون وديال ديك التراكمات باقي طايحه باقي ما وصلناش للمرحله ديال التوازن. اما باش نقولوا اننا مثلا قدرنا نرجعوا للعمل ديالنا بطريقه عاديه ونرجعوا المداخل ديالنا تتحسن كما كانت قبل غنكونوا كنكذبوا. حنا فاتحين باش ما نسدوش المشاريع ديالنا كما قال الاخ علي وكلام ديالو صحيح. حنا خلينا المشاريع فاتحه غير على حساب هذوك الاجراء باش ما يتشردوش وباش ما نضيعوش القيمه التجاريه ديال المحلات ديالنا حيت معروف المحل الا تبلج راه كيفقد القيمه ديالو بتاتا. كنتقاتلوا مع الوقت ممكن كاين النهار اللي تربح فيه شي حاجه بسيطه كاين النهار اللي كتكمل من جيمك ودائما وكنأكد عليها راه ما كاينش شي شهر يكذب عليك الكذاب. الا قال لك شي واحد من المقاهي المتوسطه ولا الصغرى انه كاين شي شهر كيكمل وما كيخليش عليه كريديات كيضطر انه ما يخلصش شي مصاريف اللي هي فيكس بحال الماء والضوء باش يعيش هو عوض انه ما يمشي يخلص ديك كما قلنا شحال هذيك كنخلصوا الضرائب ديالنا في الوقت ديالها كنخلصوا الماء والضوء ديالنا في الوقت ديالو. اسمح لي نقاطعك رجع معك واحد النقطه اللي اشار فيها رئيس الحكومه بان يتم تعويض ديال اصحاب المقاهي والمطاعم. ها شوف الا كان قال هذه الهضره راه كيكذب حيت كون كان كاين شي تعويض كرة على الاقل تعوضنا في 4 شهور اللي وقفنا فيها. انا كنهضر على راسي انا عندي الضريبه المهنيه كتوصل 10000 درهم مليون ديال الفرنك ديال الضريبه المهنيه وقفت في عام 2020 ما خدمتش فيها 4 شهور على الاقل كنخصني تحيد لي واحد 40% من ديك الضريبه المهنيه خلصتها كما ينبغي كامل التصريحات ديال لاطيفيه في الوقت ديالها وكنخلصوا عليهم. ما كاينش شي حاجه من غير الضرائب الجبائيه اللي قام المجلس الجماعي بواحد المبادره ملي تواصلنا معها كجمعيه وكذا خفوا علينا شي حاجه ولكن صراحه ما خلصناهمش ماشي ما خلصناهمش انهم سمحوا لنا هما داروا لنا واحد التخفيض على اساس نخلصوا ولكن حنا راه ما يمكنناش نخلصوهم دابا نورمالمون خصنا نتعفاو من هذا الشيء. هذه السنه ديال 2020 المواكبه ديال المقاولات اللي خص الناس اللي خصها ديروا الحكومه وهاد الناس اللي كيسيروا الشان المحلي ولا الشان الوطني راه هي الدعم للمقاولات. انا كنقول لك ما صعيب باش يعطيونا فلوس بشكل مباشر ولكن على الاقل هذوك الفلوس هما ديك الضرائب. عفيني من الضريبه ديال عفيني من الضريبه المهنيه لا باطون عفيني من الجبايات المحليه فهمتيني. كاين بزاف ديال الاجراءات ممكن تاخذها الحكومه ولكن هي ما فهمتش. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داروا واحد المصالحه وكيف يعقل ان الادارات كامل ديال الدوله دارت المصالحه في هذه الفتره كتقول لك اسيدي اجي خلص اصل الدين وغنعفيوك من الزيادات باش غتخلص والسيوله ما كايناش خليهم مولي القهوي سرعة التجار لان هذه المبادرات كانت عامه على التجار وعلى اصحاب المقاهي وعلى جميع المهنيين سرعة التجار سولوا واش عنده السيوله دابا باش يمشي يخلص انه ديك الضرائب اللي كتسال. وانا كنعاود ناكد لان هذا الموضوع كبير بزاف وصراحه حنا اللي علينا كنحاولوا نوصلوا الميساج ديالنا عن طريقكم عن طريق المراسلات ولكن راه ما كاينش شي تجاوب كاين غير فينا وفي الحيط كما كيتقال
ونتمنوا هذا الشهر هذا ما عرفتش نعسوا نفيقوا لقاو هذا الشهر كمل هذا الشيء اللي غنقول نتمنوا انه يكون هذا غير كابوس كنعيشوه نغمضوا عينا نفتحوها لقاو هذا الكابوس هذا تسالى لان صعيب صعيب هذا الشيء بزاف وشكرا بزاف للمنبر ديالكم شوف تي في على المواكبه ديال القطاعات المتضرره وعلى ايصال الصوت ديالنا وديال مجموعه المواطنين المغاربه المتضررين في كل وقت شكرا جزيلا تبارك الله عليكم. اللي هي اثرت انتباه ديالي اللي هي مهمه وعجبني صراحه ان رغم القرار ديال الحكومة الإغلاق الساعة 8 مساء وعدم العمل يعني طيلة النهار إلا سمعت قبيلة كتقول بأنك تدخل بواحد البادرة اللي هي بادرة مزونة أنك تفتح للشباب اللي بغى يجي بريباري اللي بغى يجي يقرا اللي بغى يجي تكون الطالب المفيد يعني مرحبا بها تكون الجانب. أي ماشي غير حنا زعما في القصار ولا هذا بزاف ديال المدن الكبرى ولا حتى المدن الصغرى هذه مبادرة زعما الصراحة محمودة اللي ياخذوها بزاف ديال الأرباب المقاهي على انهم يفتحوا المحلات ديالهم تزامنا مع امتحانات دابا الجامعيه والطلبه نوفروا لهم واحد الجو اللي يجيو يجلسوا يتكونيكطاو مع راساتهم واحد الجو بحال اللي نقولوا فضاء بحال المكتبه يجيو يجلسوا يقراوا مع راساتهم يتبعوا الدروس ديالهم ونزيد ناكد لك اننا واخا تكون غير مغامره نديروا اننا غنفتحوا مثلا واحد الساعه المكانه مورا اذان المغرب في سبيل اننا على الاقل ان ديك الاجراء ديالنا نوفروا لهم شي حاجه بسيطه ديال المدخول ورغم ان غير معقول ساعد ما كان راه مع بالنسبه للمول المشروع راه ما يربح والو كنفكروا غير ديك الاجراء ديالنا كنديروا نخلقوا لهم شي حاجه حنا مثلا بزاف ديال القهاوي وراه في شبكه التواصل راه بانت بزاف ديال الصور ان مجموعه المقاهي ومقاهي ممتازه حولوا النشاط ديالهم للتجاره ولاو كيبيعوا الخضره كيبيعوا الفواكه كاين اللي دار الحلويات رمضان كذا ولكن حنا مثلا في المدينه ديالنا فكرنا شنو ان بحكم هذه التجاره هذه ما تكونش ناجحه في فتره رمضان اننا نحلوا ماشي الجامع انا ما كنهضر واحد مجموعه الاخوان اتفقوا على انهم يحلوا مورا اذان المغرب ديك الفتره ديال ساعه المكان من 6 العشيه الى 8 مساء مع احترام هذا القرار هذا لان ما يمكنش احنا نكونوا ضد السلطه ولا هذا ونصطدموا معها في المدينه ديالنا ولكن الحق ديالنا حتى ديك ساعه المكان كما الدوله ما كتسمحش في الحقوق ديالها حتى حنا ما نسمحوش في الحق ديالنا هذيك الساعه المكان نفتحوا واللي جا عندنا مرحبا به في سبيل اننا نتعاونوا مع هذيك العمال ديالنا بهذاك المدخل اللي غندخلوه في هذيك السويعه ديال المكانه ولا هذيك الساعه ونص ديال المكانه ونحاولوا نخفوا الضرر علينا وعليهم وهذا الشيء اللي غنقول شكرا جزيلا.